تمام، ايوه فضلت الشيخ. نعم. كنت بسأل على الختان بالنسبة للبنات، هل هو سنة ولا مكروه ولا؟ وأقرب إلى المسنون إن احتاجت الفتاة إليه. والظاهر هو ليس تمام. بواجب على النساء على ما اختاروا من أقوال العلماء، أن الطبيب لها رأي في هذا الباب. الرسول ختم بنيته ولا ما ختمهمش؟ لم ينقل عنه. طيب حضرتك